الكويت لمراقبة السموم، تم افتتاحه في 10 من شهر مايو الماضي بقرار وزاري رقم 162 عام 2023. افتتاح المركز تم استقبال أكثر من 800 حالة تسمم، وكانت الفئة العمرية من 6 سنوات وما أقل هي الأعلى وبنسبة 50%، تليها الفئة العمرية من 32 سنة إلى 65 سنة بنسبة 20%. بالمئة من الحالات في تلقي السموم كانت متعمدة، و86% كانت حالات عرضية. وبالنسبة لفئة التعرض للسموم 55% كانت أسبابها نتيجة لاستخدام الخاطئ للأدوية، ومعظمها من المسكنات والفيتامينات، و12% بسبب استنشاق أو تناول مواد التنظيف المنزلية. حياكم الله مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج كويت التنمية. اليوم راح نسلط الضوء على أحد المراكز التابعة لمنظومة الصحة واللي حاز على جوائز وحقق إنجازات كثيرة. بالفعل مركز الكويت لمراقبة السموم أحد المراكز التابعة لوزارة الصحة واللي يدعم من المنظومة الصحية في البلاد، ومثل ما قلتي فرح هذا المركز حاز على العديد من الجوائز اللي بالفعل سوف يساهم بتحقيق بعض من ركائز خطة التنمية، خصوصا مكانة الكويت عالميا. الو، السلام عليكم، مركز الكويت مراقبه السموم، معك بدر، شلون اقدر اساعدك؟ اي نعم دكتور احمد، اي مستشفى؟ دكتور بسمع لك برقم تليفونك في حال ان انقطع. اي نعم. اي نعم تفضل. سنتين عن طريق الخطا. اي نعم. شنو الدواء دكتور؟ باراسيتامول بنادول شراب. اي نعم. ايش كثر كانت الجرعة؟ 25 مللي. من متى؟ ساعتين ونص. كان معاه أي أعراض دكتور؟ ممتاز. كم وزن المريض؟ زي ما عليك أمر، بس أحتاج اسمه ورقم المدني. ثواني بس دكتور، خليك معي على الخط عشان أحسب لك الجرعة. دكتور، بناء على عمر عمر المريض احمد ووزنه، الجرعه اللي ماخذها الحمد لله انه سبتوكسيك، فاقل من معدل التسمم، ففي هذه الحاله راح خطتنا حق المريض راح تكون اي بي سي، وراح نتابع الحاله لان الجرعه سبتوكسيك، فما راح نعطي اكتيفيتي تشاركل في هذه الحاله، راح يكون عندنا سبورتيف سيمتوماتيك تريتمنت، راح نخليه تحت الملاحظه مده ساعتين ان شاء الله، وراح نراقب معدل الفايتال ساينز والاني جي اي تي مانيفستيشن، وفي حال اي طارئ ان شاء الله تواصل معنا باي وقت على نفس رقم تليفوننا وعن طريق المكالمه او عن طريق الواتساب. اي نعم. بس باذن الله اي ابديت عندك على الحاله تواصل معنا على طول. شكرا على اتصالك، يعطيك العافيه. مركز الكويت لمراقبه السموم، مع السلامه. دكتور، بالنسبه لمركز الكويت لمراقبه السموم، نبي نعرف الفكره متى بدت؟ وكيف تبلورت هذه الفكرة ومتى بدأ الافتتاح؟ نعم، ففكرة إنشاء مركز السموم كانت موجودة من عدة سنوات،
وتم إنشاء فريق لإنشاء مركز السموم في 2021، وتم اتخاذ الخطوات لإنشائه أول شيء بإرسال طبيب للتدريب في طب السموم، لأن هذا التخصص جدا نادر. فأنا دزتني وزارة الصحة وكملت دراستي في طب السموم، ولما رديت بدأ خطة الإنشاء نفسها، وبدينا في أكثر من خطوة على أساس نوصل إلى المرحلة الحالية، وفي خطوات مستقبلية لإمكاننا في إعطاء أكبر عدد من الناس في المجتمع السيرفيس اللي احنا قاعدين نقدمه. طبعا الهدف من انشاء المركز هو دعم المنظومه الصحيه في الدوله، وهذا شيء جدا مهم ونوهوا عليه منظمه الصحه العالميه في اكثر من اجتماع، واحنا الحمد لله تم الافتتاح شهر 5 هالسنه، وهذا الافتتاح تم مع معالي وزير الصحة، وقدرنا حاليا نغطي جميع مراكز الصحية في الدولة والمؤسسات. في المستقبل القريب راح نفتح هذه الخدمة لكافة المجتمع، أي شخص ممكن يتواصل مع مركز السموم مباشرة عن طريق الخط الساخن. احنا مرينا على خطوات عديدة من بدت فكرة إنشاء هذا المركز وإلى ما وصلنا الحين. الهدف، طب أكيد في أهداف على إنشاء هذا المركز، نبي نتعرف على أبرز الأهداف اللي ممكن تستندون عليها خطتكم المرحلية. في لما كنا في طور الإنشاء تم الاطلاع على مراكز السموم العالمية في الولايات المتحدة الأمريكية، في بريطانيا، كندا والدول المجاورة، واستندنا على أن يكون مركز الكويت للسموم في نفس هذا المستوى، وتم إنشاءه على هذا النوع من الخدمة، اللي نفس الخدمة اللي احنا قاعد نقدمها هي نفسها اللي تقدم في الدول المتقدمة. والهدف ان نعطي افضل خطة علاجية للمريض، لان كل المرضى يستحقون افضل خدمة صحية ممكن تقدم، وهذا نستند على البروتوكولات العالمية والدراسات اللي موجودة ونعتمدها في هذا المركز. نعم. دكتور، لما تعرف على بشكل أدق، نعم، هذا المركز لما نعرف أداء على مستوى محافظات الكويت من خلال الإحصائيات إذا كانت متوفرة عندك، وأيضا لما نعرف الفئات العمرية، أيضا الحالات التي تكون هي سبب للتسمم، سواء كانت من الأدوية أو من مواد كيميائية أو يعني المنظفات أو غيرها من هذه الأمور. فهذا أحد الأهداف للمركز السموم، هو إمكانية أن نطلع إحصائيات، وهذه راح تساعدنا في منع هذه السموم من انها تاثر اكثر على المجتمع والمرضى. ف هني مثل ما سالتني عن هذه الفئات العمريه دكتور، إيه؟ صح، فالفئات العمريه اغلب المرضى اللي نساعدهم في العلاج هم من فئه الاطفال، وهذا نفس اللي في المراكز العالمية نفس النسب موجودة، هم الأطفال أعلى نسبة في مراكز السموم اللي احتاجوا أن نتدخل. السبب هو أغلب الأطفال عندهم حب الاستطلاع وإلى آخره، فإذا شافوا شيء ممكن يتناولونه، فهذا
أعطانا دافع إن إن شاء الله لما تشوفون المعرض عندنا نوريكم الأشياء اللي نقدر نمنع حدوثها، مثل التسمم في الأطفال، إن مثلا أدوية تكون موجودة في مكان غير متناول أيدي الأطفال، المنظفات إن تكون في عبواتهم الأصلية. هني سألتني عن المحافظات، راح تشوف إن أغلب مكالماتنا من مستشفى الأميري والفروانية، وهذا في المراحل البدائية للمركز كنا فاتحين لمستشفى الأميري والفروانية في المرحلة التجريبية. وبعد الافتتاح طبعا كل الحين حاليا كل المستشفيات يقدرون يتواصلون معنا، فتشوف النسب قاعدة تزيد في المستشفى من المستشفيات الأخرى. أكثر حالات التسمم اللي تينا عادة تسمم يخص الأطفال، الأطفال يقعدون بالبيت، إذا الأهل ما كانوا حوالينهم يلعبون بأدوية أولياء أمورهم، أو عادة أدوية الجد والجدة مثل أدوية الضغط والسكر، عادة يلعبون فيها يشوفونها كأنها مثلا حلاوة ويأخذونها. وللأسف في أكثر من نوع من الأدوية ممكن يؤذي الطفل بشكل رهيب وسريع، فعادة ننصح أولياء الأمور إذا شافوا الأطفال عيالهم يلعبون بأي دواء ضروري يبونهم الطوارئ على طول. دكتور، بالنسبة لهذا السلايد، فإحنا قلنا الأدوية ماخذة 55% من السموم اللي متعرضين لها المرضى. هني قدرنا إن نحدد شنو حتى أنواع الأدوية اللي الناس متعرضة لها، فأغلبها مسكنات الألم، الفيتامينات، وأدوية القلب والمهدئات. فنقدر نعطي إحصائيات دقيقة في حالات التسمم اللي عندنا في الدولة، وهذا هدف مهم لهذا المركز.
معنا الحين دكتورة بنان الصالح التابعة لبورد الكويتي لطب الطوارئ. مساك الله بالخير دكتورة بنان، نبي نعرف شنو البحوثات اللي ساهمتي فيها في مركز الكويت لمراقبة السموم. مساك الله بالنور اختي فرح. من البحوث اللي انا قدمتها وساهم فيها بمركز الكويت للسموم كان بروتوكول عن الوقاية من الإشعاع وطريقة تطبيقه في حال التعرض للأشعة الضارة. بالنسبة للمشاركات الداخلية والخارجية، خلينا نقول على مستوى الإقليم، شنو البحوثات اللي ساهمتي فيها مع زملائك؟ داخل الكويت أقمنا مؤتمرات وأقمنا مؤتمر للسموم وكذا حملة توعية داخل جامعة الكويت أو في المحلات أو في محلات تجارية للتوعية بالسموم وما شابه. وإقليمية حضرنا كذا شاركنا وحضرنا كذا مؤتمر في الكويت والسعودية وعمان وأبو ظبي. فهذا المكان اللي احنا فيه هو قلب المركز واكثر مكان حيوي فيه. هني توصلنا الاتصالات من اي مركز طبي في الكويت، وبالمستقبل القريب اي شخص في دولة الكويت يقدر يتواصل معنا على الخط الساخن. كل التليفونات والاجهزة فيها كل البروتوكولات العلاجية لجميع انواع التسمم. هذا المركز أيضا يستقبل الاتصالات من الإسعاف، وإحنا مربوطين مع مركز الأزمات في وزارة الصحة. مثل ما تشوف حاليا قاعد يحدث حريق في أمغرة، فإحنا عندنا الصور وتوجه الإسعاف لهذا المكان، واحنا ستاند باي اذا احتاجوا اي دعم طبي عن طريق مركز السموم. فهذه الابخره السامه اللي يتعرضون لها الناس او افراد قوه الاطفاء او المسعفين نقدر نتلقى هذه الاتصالات، وعندنا ربط مع الاسعاف في دوله الكويت. ف هذا هو مثل ما قلت أهم مكان في المركز. من إنشاء المركز لغاية اليوم استلمنا وتواصلنا مع أكثر من 920 حالة. حسب إحصائياتنا أكثر من 3 حالات كانوا من الأطفال، والأطفال اللي دون سن 12. فكان أحد أهدافنا في المركز نحرص على توعية المجتمع وخاصة الأطفال. شفنا أن تقريبا ما يقل عن 300 إلى 350 حالة مع الأطفال، فسوينا أكثر من حالة توعوية، منها كانت في الأفينيوز، منها في المباركية، وغطينا حتى في المستشفيات العامة. سوينا حملة أنه ممكن في أدوية تتشابه ما عندنا اللي هو الحلاوة أو الكاكاو، فسوينا فيها اختبار وفيها مسابقات. الأطفال اختلفوا فيها، طبقناها على الكبار هم اختلفوا فيها. قلنا خلنا ندخل على المجال الطبي، كلمنا الصيادلة وكلمنا الأطباء، نفسهم كانوا يأخذون وقت أنه محتارين هذا دواء أو هذا حلاوة. في عندي احد الامثله الحين راح اوريك اياهم. مثلا على سبيل المثال انا الحين بيدي ورقه فيها 4 اشياء، ممكن اسال المشاهدين اذا ممكن يعرفون شنو الحلاوة وشنو الدواء. الاطفال راح يختارون بشكل اكيد، ولكن بالنسبه حق الكبار او حتى المختصين ممكن ياخذون دقيقه اكثر اقل على ما يشوفون، ولكن هذا عباره عن مزيج ما بين ادويه وما بين حلاوة. ناخذ مثال ثاني، اخترنا نوع من نفس اللون، هذا بعد كان احد الامثله على مزيج ما بين الحلاوه وما بين الدواء. غير الامثله هذه عندنا اشياء موجوده في البيت، غالبا بالنسبه حق الادويه احنا ننصح ان نبعدهم عن متناول الاطفال خاصه دون سن 12. وبالنسبه حق المنظفات في البيت دائما ننصح ان ابعدوها عن المطبخ وحطوها في اماكن منفصله. على سبيل المثال انا الحين مع بيدي علبتين فيهم بودر ابيض.
لو أسأل أعزائي المشاهدين تقدرون تفرقون بينهم مجرد النظر غالبا راح ياخذ وقت وممكن يرجع حق التخمين. غير التخمين احد هذا البودر اللي موجود ملح في المطبخ، والثاني عسكم الله نستخدمه في فتح البواليع والمراخيب، اثنيناتهم نفس اللون. مثال ثاني اخذته من نفس اللون زجاجه فيها سائل اصفر، واحد فاتح واحد غامض، ممكن اشياء كثيره تطري في بال المشاهدين، ولكن واحد منهم عباره عن عصير تفاح والثاني عباره عن ديتول، ممكن نعرفهم احنا كبار بالريحه. كطفل مرت علينا كثير حالات يعني يشربون مثل الديتول. اشياء هذه غالبا اغلب الحالات تحدث في حاله الاهل يكونوا متواجدين اما في خارج البيت بعيدين عن الاطفال، ظروف العمل، ظروف الحياه، ولكن نحرص ان الادويه والمنظفات تكون بعيد عن تناول الاطفال. خاصه بالنسبه حق الادويه لا سمح الله في بعض الادويه مجرد اخذ حبه واحده ممكن تسبب حالات وتؤدي الى وفاه لا سمح الله في الاطفال. وصلتنا حالات ادويه اطفال ياخذون ادويه ممكن ياخذ او تاخذ ادويه الاب الام الجد الجده او اي ادويه موجوده في البيت. كطفل بحكم صغر سنه وقله وزنه المضاعفات تكون بشكل كبير على الطفل. فسوينا حمله ون بيل كان كل، مجرد حبه واحده ممكن تعرض الطفل لاعراض مضاعفات في الجهاز التنفسي، في الجهاز القلبي، في الجهاز المعوي، في اكثر من جهاز. فنصيحتنا لأعزائي المشاهدين أن تحرصون على أن وضع الأدوية بعيد عن متناول الأطفال، وحتى حق مواد التنظيف المنزلية نبعدهم عن متناول الأطفال. جميع الموظفين في مركز كويت لمراقبة السموم من دكاترة وصيادلة وممرضين اجتازوا دورة مكثفة في أكثر من مستشفى بالكويت وأكثر من قسم مثل الطوارئ والعناية المركزة. قدرنا نتعرف على حالات السموم المتعددة اللي عندنا بالكويت، طريقة علاجها وشلون نقدر نتفاداها. هذا غير المحاضرات اللي كنا ناخذها بشكل مكثف وشبه يومي عن أنواع السموم ومنهم طريقة علاجها. فهذا غير المحاضرات اللي كنا ناخذها بشكل مكثف عن السموم مثل المستحضرات الموجودة بالبيت، مستحضرات التنظيف، نفس الشيء مستحضرات التجميل، الأدوية بأنواعها، بعض أنواع السوائل والغازات. وبعد هذه الدورة أنا شخصياً خذيت دورة ثانية في مركز سموم موجود في أدنبرا بسكوتلندا، وهو يعتبر من أقدم مراكز السموم الموجودة بالعالم تقريباً من الستينات. قدرت أستفيد من خبرتهم وعلمهم في هذا المجال، شلون يدربون موظفين عندهم، شلون يحافظون على المستوى الوظيفي وأداء أخصائيين السموم الموجودين في المركز، وطريقة تعاملهم مع أي حالة سموم تي للمريض. والحمد لله قدرت أنقل هذه الخبرة من سكوتلندا وأجيبها الكويت. فضل الله فضل جميع من ساهم في قيام هذا المركز، أصبح مركزنا من مركز متدرب إلى مركز مدرب. الحين مشاهدينا قدامنا هذه المشروبات هي مشروبات الطاقة. طبعا مشروبات الطاقة وايد في تحذيرات عليها من الأطباء، من المراكز الطبية المتخصصة، حتى المختصين في الطب الشعبي قاعدين يحذرون من هذه المشروبات اللي حقيقة تحمل سموم احنا ما نعرف بدايتها، وخصوصا من يعني يستهوي شرب المشروبات الطاقة الغازية. حتى الشركات اللي تصنع هذه المشروبات تحط تنبيهات وتحذيرات أنها تحذر أن هذه يعني ما تكون يعني في متناول ما هم دون 16 سنة، فما بالك إذا كان هذه المشروبات تكون عند الأطفال، فأكيد هذه راح تسبب خطورة على صحتهم. مركز الكويت لمراقبة السموم حذر وايد ويستقبل حالات حقيقة، يعني هم مشكورين على مدار 24 ساعة يستقبلون حالات فيها تسمم وحالات يعني حقيقة ما تكون فيها مراقبة من أولياء الأمور سواء من الأباء أو حتى من الأمهات. الحين مثل على سبيل المثال مشاهدينا نفس الحبوب أو اللي موجودة عندنا هنا، ما نعرف نميز ما بين الحبوب أو الأدوية أو حتى بين الحلويات. يعني فرحانة لو بوريك تدرين أن هذه الحلو؟ لا والله صعب أميز. زين، فبالتالي إذا الكبار ما يعرفون يميزون شلون الأطفال راح يميزون؟ هذه رسالتنا حق الأباء والأمهات.
والحين إذا بوريك نواف تقدر تفرق بين هذول الاثنين؟ أنا أدري أن في شيء عصير تفاح وفي ديتول. أيوة. أنا صراحة ما أقدر أميز لأن اللون متشابه، حتى الزوجة مبينة نفس الشيء. صح، فما بالكم إذا بالأطفال ما راح يقدرون يميزون وبالتالي راح تواجهون مشاكل معاهم. فرسالتنا لأولياء الأمور دير بالكم على عيالكم، وإذا شفتوا أي غلط تعالوا راجعوا مركز الكويت لمراقبة السموم وإن شاء الله يعالجلكم هالمشكلة بأسرع وقت. وهذا عشان صحة. دكتور عبد اللطيف، إحنا الحين موجودين في هذا المختبر، نبي نعرف هذا المختبر. هذا المختبر اللي تابع لمركز لقسم المختبرات في مستشفى الأميري، وصار في تعاون معهم إن يعطونا جزء من المختبر أن يوفرون في الأجهزة المطلوبة لفحص السموم، وراح نشوفها بعد شوي. يعني الأجهزة أغلب الأجهزة وصلت، وفي أجهزة اللي متطورة بعد على وصول بإذن الله. فهذا كان تعاون جميل جدا بين الأقسام في وزارة الصحة، وقدرنا أن نوفر هذه الأجهزة لخدمة المرضى في جميع أرجاء دولة الكويت. دكتور عبد اللطيف، بالنسبة لمركز الكويت لمراقبة السموم، كيف يساهم في تطوير منظومة الصحية في البلاد ويحقق بعض من ركائز خطة التنمية أو ركائز خطة التنمية السبع؟ تتكلم على رعاية صحية عالة الجودة، تتكلم على رفع مكانة الكويت عالميا، أيضا رأس مال بشري إبداعي. في أكثر من نقطة ممكن مركز السموم يساهم في رؤية كويت جديدة. الأولى هي رفع مكانة الكويت عالميا، وهذا سويناه في أكثر من مؤتمرات صحية إقليمية وعالمية مثلنا فيها الكويت عن طريق بحوث علمية، وقدمنا إحنا محاضرات في هذه المحافل العلمية، ورح في المعرض إن شاء الله راح تشوفون بعض البحوث اللي قدمناها، منها إقليمية مثل ما قلت وعالمية. أما في الركيزة الثالثة اللي هي رأس المال البشري، في طور الإنشاء المركز يحتاج طاقم طبي. هذا الطاقم الطبي يحتاج تدريب. التدريب في فترة الإنشاء كان فترة كورونا، فاضطرينا أن نأسس في الكويت عندنا دورات تدريبية ندرب فيها الطواقم الطبية الموجودة في وزارة الصحة، بحيث أن تقدر تعمل في مركز السموم. فهذا شيء جدا مهم لأي مركز، على أساس يضمن بإذن الله استمرارية المركز. احنا الحين نقدر ندرب الطواقم الطبية للعمل في مركز السموم، وهذا شيء جدا نادر عالميا، فالحمد لله ان وصلنا الى هذا المرحلة. اما بالنسبة للركيزة الخامسة اللي هي تقديم خدمة صحية عالية الجودة، فاحنا كل البروتوكولات اللي نستخدمها مبنية على دراسات وبروتوكولات عالمية لتقديم أفضل خدمة صحية، حتى مقارنة في الدول المتقدمة. ومن خلال هذه الحلقة مشاهدينا الكرام نقدر نقول أن تعرفنا على كوادر وطنية نفتخر فيها، وأجهزة مطورة وحديثة، ومركز صحي عالي جودة. بالفعل فرح، يمكن من خلال هذه الزيارة عرفنا أن هذا المركز وهو مركز الكويت لمراقبة السموم يعني يحقق بعض من ركائز خطة التنمية السبع لخطة التنمية وكويت جديدة 2035. حقيقة زيارة ممتعة، ونتمنى هذه الحلقة مشاهدينا أنها تحوز على إعجابكم، وإن شاء الله نشوفكم في حلقة جاية. مع السلامة. مع السلامة.